السلام عليكم. غادي نقول لكم مرحبا بينا بني مكادا. خاطر الدراري ديالنا بني مكادا العزيمة. بنو تشني اسمك؟ سميتي اسلام. اليوم في هذا النهار هذا كيفاش دوزتي هذا النهار هذا؟ مزيان. وصمتي ولا فطرتي؟ فطره. فطره واخا داك احتفلتي في 27. مع من جيتي اليوم؟ جيت مع بابا وماما وخوتي. واليوم شنو هو الاحساس ديالك؟ الفرحه ديالك اليوم كيفاش عامله؟ الفرحه ديالي الحقيقه عجبتني بزاف و مزيانه. هذه اول مره ولا سبق لك احتفلتي في؟ سبق لي حسبت هذه ثاني مره. هذه ثاني مره. سينا والاخت ديالك؟ شنو اسمك سينا؟ إينس. وشحال في عمرك؟ 4 سنين. مع من جيتي اليوم؟ ماما وبابا. لبسه كيفاش جاتك؟ عجباتك؟ واش بزاف ولا شويه؟ بزاف. وهاد النهار هذا صمتي ولا فطرتي سينا؟ كنفطر. كتفطر؟ تبارك الله عليك. اليوم كتحاولوا ما امكن تجهزوا هادشي هذا كامل، شنو هو الهدف ديالكم؟ الهدف ديالنا اخويا هو نفرحوا الشباب الصغارين، و 26 اللي كتعرف الجو كيفاش كتكون، هذاك هو الجو ديال الشباب الصغارين مساكن. يعني كتخلقوا الجو مع بعضكم ياك؟ ضروري، هذيك حاجة باينة، كل عام حنا هنايا في رمضان 26. واش انتم اللي كتلبسوهم ولا العيوب كيجيو لابسين هنا؟ لا كاين زيانة تا هما هنايا داخل كيزينوا. كاين الزيانة. كاين جوج تبارك الله عليهم. لا يا ودي كاينة هي. أنا ماجيين عندك. وكاينة تا هي سعيدة هي هنايا تبارك الله عليهم كيخرجوا ديك العيوب تبارك الله مسا واخا. تبارك الله على أخت غزلان. الله يبارك فيك. بالنسبة لك هذا النهار هذا شنو عندك هذا النهار؟ افضل نهار ياك. كنفرح بنيته صغير الصغار شحال هذه، وانا كنفرح العواول الشادات والزينات جميع الزينات والاجواء عندنا بالنسبه حنايا تبارك الله على الطاقم ديال الدي جي محمد وبنيا اللي كيسهر معنا، وكنشكرك حتى انت جيتي عندنا ابراهيم خي. دابا انتينا كل 26 هذه دائما. كل 26 15 عام وانا هنايا. بارك الله. اي والله. كيفاش كدوز النهار ديالي؟ نضحم. خصوصا بهذا النهار هذا 26. مزيان. مزيان. شنو لابسنا اليوم؟ ها؟ شنو لابس؟ لابس موليك 23. دابا شنو كتفرح له وهو صغار؟ فرح كل عام هيدا. شنو اسمك؟ الاجواء عندنا في طنجة هي كيفاش عاملة؟ شكون عندها هذيك الجلابة؟ قول لهم شكرا. صافي الله يخليها لك. خرجتي اليوم مع ماما و هذا النهار هذا مبدل بزاف على النهار اللي فاتوا ياك؟ ها. شنو اللي فهمتيو؟ هذا الشيء هنايا هذا يعني تصورتي جبرتي لهم صغارين فرحانين. خيطتي شي جلابه للعيد ولا باقي؟ خيطه. خيطه عندك كل شيء واجد هذه المره؟ خيطت هذه. ها. وشريت الحوايج، شريت واحد الخرسي وواحد الفضه وصبت. تبارك الله. عمران هذا النهار هذا صمتي ولا ما صمتيش؟ صايم 15 يوم. تبارك الله بهذا النهار هذا. ودابا اليوم شنو كتعمل هنا؟ اليوم خدام وساق. خدمتينا؟ مع من؟ مع قا هنايا كيعدلوا لك شي. شنو عدلتي اليوم؟ خدمت كانوا كيعدلوا هنايا الطوموبيلات، كانوا كيصوروا بالتليفون ديالو 10 دراهم. وبكاميرا 15 دراهم. دابا تينا الراجل يعني كتخدم وكتقرا. دابا شكون اللي شرا الحوايج للعيد؟ واش تينا ولا باك اللي شرا لك الحوايج؟ الوالده. الوالده الله يخليها. الله يخليها. شنو غتقول لها مي عتشوف هذا الفيديو هذا؟ غادي الله يديروا اشتراك. واش ناس تقول الوالده ديالك؟ الله يخليها لي. تبارك الله عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو الاسم ديالك؟ بلال دويل. بلال كيفاش دوزتي هذا النهار اليوم 26؟ مزيان. ورمضان شحال صمتي فيه؟ 20 يوم. 20 يوم خصوصا النهار هذا داخله في 20 يوم بعد النهار هذا. مع من جيتي اليوم؟ ها. مع من خرجتي؟ مع با. شنو جيتوا تعملوا هنايا؟ انا جيت تسار. جيتي تسار تشوف الدنيا كيفاش عامله وكيفاش جبرتي الاجواء هنايا؟ واه اليوم شكون اللي شرا لك هذه؟ ماما. وشنو غادي تقول ماماك اللي شرات لك هذه؟ بابا. بلا شكرا. تبارك الله. رانيا واش صمتي هذا النهار هذا؟ لا. فطرتي ولكن خرجتي تحتفل اليوم. تينا وما خرجتي اليوم؟ وخالتي. اه صاحبتي.
خالتك وصاحبتها. اه. وشني عاصق مامك اللي خيطت لك هذه؟ اه. والحوايج اللي عتشري سيوم ولا باقي؟ باقي. باقي؟ اه. وشني عوالت تشري هذه العيدات؟ حرفاشي. وشي حاجة خصك تشريها شني عاد تشري هذا العيد؟ الكسوة. كسوة. اه. اشري ولا كسوة؟ زين شني اسمك؟ ويام شوية. ويام شحال صمتي هذا رمضان؟ صمت 5 أيام. 5 أيام؟ وهذا النهار هذا صمتي ولا فطرتي؟ لا فطرت. فطرتي؟ وشكون خرج لك هاد الجلابة؟ با. وشني عاد تكون باك معايا نشوفك كاس دار في هاد الفيديو؟ أه. شكرا بابا. شكرا. تبارك الله. ورا دابا نشوفوا الدراري ديال الحومه شنو الاسم ديالك؟ ادم اخويا. نسينا؟ ايمن. نسينا؟ ليزا. نسينا؟ راين. كيف ملي كتسكنوا بنينه كذا؟ لا لا لا. نسينا؟ وعيد. ايمن. كنسجلوا الغياب دابا. شحال صمتي في هضره مادا؟ لا بلش عندك على الشيء الله يا خي ابراهيم. طبعا انا خي ابراهيم. العام اللي فات فطرت واحد 3 أيام. كنتي مريض؟ اه. تقيت حاجتك فهمت؟ دابا غادي نقول لك الاجواء هنايا كيفاش عامله في الحومه ديالك؟ صافي الليله 29 كنتجمعوا كنبقاو نتكحكوا مع الدراري هيدا وصاي. وتسنى كيفاش كدوز هاد الليله هادي؟ واه راه مزيانه الليله 29 كيبقاو يدنا مع بعضياتنا كنلعبوا ونشطوا. انتوما اللي كطردقوا مينا زيا. يا خاي ابراهيم حنايا الخو حنا فهمتي عندنا شي هذا رائع الاجواء فيني ما كذا خو الاجواء رائعه في كل عام ماشي خاي ما كذا كنجيو كنكحكحوا مع الدراري مينات كحكاح كنكورو كنعاودو الحاومة نكورو المهم خاو ما لا ما نقول لك سنا عار باينة انتينا هو اللي كتشري مينا لا والو والله ما يا انا الخاو دري كلشي كلشي كنشريهم كنصدقوهم معليك عادي يا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.